بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقلنا إن التسبيح هو حيثية الإيمان بالله، لأن التسبيح التنزيه المطلق لله في ذاته فليست ككل الذوات، وفي صفاته فليست ككل الصفات، وفي أفعاله فليست ككل الأفعال. وكيف يكون التسبيح حيثية الإيمان بالله؟ لأنك لا تؤمن بشيء في شيء إلا أن تثق أن من آمنت به فوقك في ذلك الشيء، فأنت لا توكل أحدا بعمل أي شيء إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك وأحكم وأعلم. فإذا كنت قد آمنت بإله واحد، فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الإله الواحد فوق كل المألوهين جميعا، وليس لأحد شبه به، وإن كان يشترك معه في مطلق الصفات. فإذا كان الله هو الغني ومنا من هو الغني كما قال الله، فإن غنى الله غنى ذاتي، وغنى الخلق غنى موهوب، والموهوب يمكن أن يسلب في أي وقت. وإذا كان لإنسان وجود ولله وجود، فوجود الله لا عن عدم، وجود الله ذاتي، ووجود خلقه موهوب، يستطيع أن ينهي هذا الوجود في أي لحظة. فإذا فالتسبيح أي تنزيه الله في ذاته وفي صفاته وأفعاله هي حيثية الإيمان به كإله، وإلا لو أشبهناه في شيء أو أشبهنا في شيء ما استحق أن يكون إله. قول الحق: تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء. ساعات تسمع وإن من شيء، قالوا في شيء أنها جنس الأجناس، يعني ما فيش حاجة أقل من كده بقى، يعني ما يوجد شيء اسمه شيء إلا وهو مسبح بحمد الله. مسبح أي منزل. للعلماء في ذلك مقالات: أنه تسبيح الدلالة، أي يدل على ألوهية ذلك الإله. كل ما نظرت في الكون في شيء تجد بحكمة وبإتقان وبدقة لا بد أن تصدر عن عالم بكل شيء، وعن حكيم في كل شيء، وعن قادر في إبراز كل شيء. إذن ده تسبيح دلالة. لكن الحق يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا كنا لا حكم الله بأننا لا نفقه التسبيح، يبقى معناها أنه مش تسبيح دلالة، أن بعضنا فقه هذا التسبيح وآمن به، ونظر في الكون، ونظر في هندسة الوجود، فآمن بذلك الإله. قول الله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يدل على أنه فوق تسبيح الدلالة الذي آمن بمقتضاها المؤمنون تسبيح آخر، هو التسبيح الذاتي الذي ينشأ بلغة لكل جنس من الأجناس. لأن إذا كنا لا نفقه هذا التسبيح، وقد حكم الله عن كل شيء، كل قد علم صلاته وتسبيحه، يبقى إذن كل شيء علم كيف يصلي لله وكيف يسبح لله. وبعد ذلك تأتي آيات في القرآن تدل بمقالها وبرمزيتها على أن كل عالم في الوجود له لغة يتفاهم بها في ذاته، وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس الأدنى لغته. وإذا كان الناس وهم الناس ولهم في الأداء القولي لغة يتكلمون بها، فاللغات تختلف. فإذا ما تكلم إنجليزي مع أنه أتكلم بألفاظ، العربي ما يفهموش، تكلم بألماني التاني ما يفهموش. فإذا كنا نختلف في الأداء القولي
واذا تكلم واحد بلغة التاني ما يفهموش الا اذا تعلمها، لاننا قلنا ان اللغة التي نتكلم بها ظاهرة اجتماعية، بمعنى ان الانسان احتاج للغة لانه في مجتمع لا بد ان يتفهم معه، يعطي له ما عنده من افكار ويسمع ما عنده من افكار، نتفاهم ونتبادل، يبقى لازم فيه لغه نتكلم به. لو ان الانسان وحده ما كان في حاجه الا لغه، اللي يجي على باله يبقى يعمله خلاص وتنتهي. اذا فاللغه ظاهره اجتماعيه، واللغه وسيلتها لا الدم ولا الجنس ولا البيئه. كيف؟ قال لك لانك اذا اتيت بطفل انجليزي ورميته في بيئه عربيه يتكلم بالعربيه، خدت العربي في الانجليزي يتكلم انجليزي، اذا ما هيش بتاع لا جنس ولا دم ولا اي حاجة. امال هي ايه؟ قال لك اللغة ظاهرة اجتماعية، هي بنت المحاكاة. بنت المحاكاة، محاكاة يعني ايه؟ يعني ان لسانك يحكي ما تسمعه اذنك، ولذلك اذا لم تسمع اذنك شيء لا تستطيع ان تتكلم به، لازم تسمع. ولذلك حينما عبر القرآن في قوله صم بكم بكم لا يتكلمون، ليه؟ لانهم صم ما سمعوش حاجه، هيتكلموا يقولوا ايه؟ هل نستطيع نحن اذا لم نسمع لفظ انجليزي نتكلم به، او لفظ الماني؟ من اعرف؟ ده حتى في العربيات ذاتها في اللغه الواحده ما لم تسمع لفظا فلن تستطيع ان تتكلم به. اذا فاللغه ظاهره اجتماعيه وهي بنت المحاكاه، فما تسمعه اذنك يحكيه لسانك. هذه علماء اللغات والاصوات حينما تكلموا عنها تكلموا عنها كلام علمي كلام اكاديمي، ما بينظروش فيها الى انهم يقولوا ذات ده ايمان ومش ايمان ولا لا. فاذا كنا احنا في بيئه عربيه بنتكلم العربيه، وفي البيئه الانجليزيه نتكلم الانجليزيه، والالمانيه نتكلم الالمانيه، الذي تكلم العربيه هنا عندنا لماذا تكلم؟ لانه سمعها من بيئته فتكلم بها، وبيئته اللي اسمعته سمعت ممن قبلها، وهكذا. طب سلسلها كده، انا سمعت عن ابي وعن معاصره، وابي سمع عن معاصره، وجدي سمع عن جدي، وصلها كده. ليه؟ لحد فين؟ لحد ادم. طب ادم لما اتكلم اتكلم ازاي بقى ما دام ما سمعش حد؟ اتكلم ازاي؟ ام قال لك او ربنا حللنا اللغز ده كله بقوله وعلم ادم الاسماء كلها عشان يتكلم بقى، يبقى لازم بقى معه. يبقى اذا الكلام اللي بتعلمه في الاصوات افصلونا الى مين؟ الى مسألة الايه؟ الى الايمان، باننا لازم نسمع، لازم نسمع. طيب بقى لما يتكلم عربي في وسط انجليزي ولا عربي ما يفهمش، يتكلم عربي متقاعد في وسط واحد ما بيفهمهاش ما يفهم، اما انا بتكلم عربي. واحنا سبق اننا قلنا لكم ان الرجل ابو علقمة النحوي كان يتقعر في اللغة ويجيب الألفاظ الشاذة والغريبة وبتاعه مغلب الدنيا. الغلام بتاعه ضاق به زرع تعبه، يقول خدام وبيسمع من واحد متقعر، طب ده الخدام يدوب يفهم اللغة اللي هي تقوم تجيب له برضه تقعر. ففي ليلة استيقظ أبو علقمة فقال يا غلام، دي مفهومة، أصقعت العتاريف؟ غلام طبعا معلش، ام قال له زق فيلم. ابو علقمة لاول مرة يستفهم عن معنى كلمة من الغلام خالد، قال له وما زق فيلم؟ قال وانت ما سقعت العتاريف؟ قال يا بني اردت اصاحة الديكة، فقال وانا اردت لم تصح. اذا حتى في اللغة الواحدة ما نستطيعش، ما سمعناش لفظ ما نقدرش نتكلم به. الله، فكيف تستبعد اننا لا نعلم لغه الدنيا، لا نعلم لغه جماد ولا نعلم لغه حيوان ولا نعلم لغه، لازم نعرف. اذا كنا في الانسان اما كنا سمعنا منه ما نسمعش. الم يدلنا الله سبحانه وتعالى على ان الجماد له لغه وله لغه معبره؟ بس انت اصلك فاهم ان اللغه بس هي لماضه اللسان دي، ده احنا بنيجي للبحاره وبعد ذلك يروح عامل اشاره كده، يقوم اللي في الباخره الثانيه يفهم ان الاشاره دي معناها كذا كذا كذا، ده يقعد يضرب بقرات كده وبتاع يعمل تلغراف. الله، اذا فالمساله استعداد لاصطلاح يفهم، اشاره، عباره، لمحه. انت لما يكون عندك خدام كده وعايز مثلا تغمز له بعينك كده يفهم،
اهو ده لون من الاداء. انت فاهم ان الاداء لازم يكون كده؟ طب اهي دلوقتي هم عمالين بيعملوا قاموس للغه الاسماك عشان يعرف السمك بيقول ايه وده بيعمل ايه مش عارف ايه. واذا كنا ساعدنا للحيوان عشان نعرف لغته يبقى برضه بكره نعرف لغه مين؟ لغه النبات. وبرضه نعرف لغه الايه؟ لغه الجمال. يوم ربنا يدينا اشاره كده خفيفه على ان كل كائن وكل عالم له لغه يتفهم بها. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا. طب يسبحنا يعني بيدلهم ولا ده احنا سخرناها ويا داود يسبحهم؟ طب ما هي مع غير داود بتسبح برضه. قال لك لا، يوافق تسبيح الجبال تسبيح داود. ساعة تقوله الله يقولها سوا يبقى لازم فهم ايه؟ هي فهمت عنه وهو فهم ايه؟ وهو فهم عنها. الله. طيب النملة اللي تبسم ضاحكا من قولها الله. يبقى وقوله بعد ذلك وعلمنا منطق الطير. يبقى لكل جنس ايه؟ منطق. يبقى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، اي لانه تسبيح بلغه مؤديه معبره يتفاهم بها من عرف التواضع عليها. الحق سبحانه وتعالى في قلنا في زمان ان الحق في التسبيح لانه هو الحيثيه والتنزيه المطلق. حتى الكافر انقاد لهذا التسبيح قهرا عنه، مع انه له ملكه يختار بها ان يكفر ويختار بها ان يعصي، لكن ربنا حب يدي التنزيه ده تنزيه مطلق للجماد وللنبات وللحيوان وللمؤمن وللكافر. ازاي بقى؟ اما قال لك لله ذات، والذات اطلق الله عليها اسم هو الله، علم على واجب الوجود. بعد ذلك قال بقى انا بتحدى الكافرين انهم يسموا حد الله. الشطر منهم كده يجرؤ ويسمي ولد من اولاده الله، مع انهم يعني عندهم الف بالمخالفه وعناد بالالحاد. يبقى كان يقول يا سلام، هل بقى ربنا يقول هل تعلم له سميه؟ طب هنعلم له سميه ونسمي كده. لم يجرؤ كافر ان يسمي احدا الله. تيجي ايه اللي حصل دي؟ مع ان الاسماء والتسميه امر اختياري يطرا على الجميع، كلنا بنسمي ونسمى، دي مساله اختياريه. طب ايه اللي قال لك لانهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر. والدليل على ذلك ان كل واحد منهم يخاف انه يسمي لينضرب على دماغه. لو كان صحيح الكفر ده له مساله عنده كان يقول ولا، انما ما يقدرش يجرب في نفسه، ما يقدرش يجرب في نفسه ابدا. اذا هل تعلم له سميه؟ ما فيش ابدا سميه له. وبعد ذلك ياتي شيء اخر، يجي يقول العباده اللي عمالين بيتأبوا عليا ايمان يكفروا بيه ولا يؤمنوش، ويقول لهم يعملوا كذا ما يعملوش، فبيجي للعاصي وللكافر وكل ويتحدى. يقول طب انا هعمل لنفسي عباده لا يجرؤ بشر ان يتقرب بها لبشر، مع ان البشر بيتقرب للبشر بكل الوان التقرب. ما بنشوفش واحد مثلا يجي يقول للجبار العنيد قول له انت ما فيش الا انت، انت اللي مش عارف ايه، انت اللي يعني زي ما يقول لا اله الا الله ما يبقاش الا انت. بيقول ولا ما بيقولش؟ بيقول. اذا اقترأ على ان يقول هذا. الم نفهم؟ ما شفناش حد يخضع في تصرفاته وفي سلوكه خضوع الساجد العابد الراكع امام اي واحد؟ بنشوفها برضه. ولذلك حلو الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في ايه؟ يعني بيوقتها وقوم يسجدون للشمس. الله، ادي واحد. طب اذا فالايمان بوحدانيه في شيء متميز وارد عند الناس، والخضوع الزائد بالسجود او بالركوع او بالكلام وارد عند الناس. الا يتقرب انسان لحاكمه بانه ينفق فيما يحب الحاكم ان ينفق فيه زي الزكي؟ يعملها برضه. الا يتقرب واحد لواحد بانه كل يوم يروح له القصر ويمدد اسمه في سجل التشريفات دليل الولاء ودليل مش عارف ايه زي الحاكم؟ طب هات لي واحد بقى تقرب لبشر بصوم. ممنوع. شوف اهدي، شوف السبحانية ماشية فيه، بقى ماشية في ذات فلا يسمى باسمه، وماشية في هذه لا يصام لأحد. لأنك انت لما تيجي تقول لواحد والله انا هتقرب اليك واصوم لك الشهر ده، انت عايز منه بقى يقعد يحرسك بقى عشان ما تتخدش كده تشرب ميه؟ تبقى انت بتتقرب اليه بتعذبه يعني ولا ايه؟ ولذلك شوف كل عمل ابن ادم الا الصوم.
يعني من الممكن ان يتقرب باي ركن من اركان الاسلام لغيره، انما الصوم حد اشتقر ولا جرى احد ان ايه ان يتقرب به. الله، اذا بالسبحانية هي الايه، هي الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخلق. ولذلك الكافر نقول له: يا ايها الكافر، انت تأبيت على الايمان بالله، وانت يا عاصي تأبيت على اوامر الله، ما دمت قد الفت التأبي على الله. والتأبي ليه؟ طب ليه لما جاء امراضك ما تتأبش وتقول: لا والله ما نش عيان، ايش معنى في دي بقى ما تأبش؟ لما جاء اموتك ما تقولش: لا انا مش ميت النهاردة. لما جاء افئلك ما تقولش: لا انا افتئ. اذا فقاهرية الحق حتى على من؟ حتى على الكافر. ما يمكنش يسلم. ليه؟ لان يبقى في ملكه كده وسيشل عنه ابدا. حتى العاصي اللي بيعمل معصية ولا بتقول له: انت عصيت نفسي الفلاني في كذا كذا، اختلست من فلان قد كده او اختلست من الدولة قد كده، والله لافتح لك ابواب مصاريف بقى تشفط منك الحكاية دي، ويمكن تاخد الحلال وياها روح. تعتقد من ورايا مش ممكن، يبقى ما حدش ابدا. اذا فالتسبيح يجب ان نفهم انه لغة الكون كله، لغة الكون كله، بس فيه نفهم لغته زي الإنسان، وفيه ما نفهمش، وبرضه ما نفهمش لغة الطير ولا لغة النبات. فإذا علم الله أحد بأنه هو يفهم اللغة دي زي ما علمناه منطقة الطير، ألم يقل سليمان فتبسم إيه؟ يا سلام، ضاحكا من قولها. وبعدين عمل إيه؟ حرف ان دي نعمه كبيره قوي يكونوا يعلمنا الحكايه دي وبتاع، وشكر ربنا على هذه المساله. اذا فقوله: وان من شيء الا يسبح بحمده، يجب على العلماء ان ينقلوها عن خاطر الدلاله الى خاطر المقاله ايضا، ولكنها مقاله بلغه يفهمها اصحابها، وان شاء الله اطلعت اطلع غيرها. ولذلك احنا قلنا في حلقه مره انهم كانوا يقولون في صفاته صلى الله عليه وسلم ان الحصى سبح في يده، فاللي سمع الآدي قال: ويسبح الحصى في يد أبي جهل. الحصى مسبح لي. قل علشان تبقى دقيق في العبارة: وسمع رسول الله تسبيع الحصى في يده. أدي بقى إنما الحصى مسبح. وإن من شيء إلا يسبح إيه بحمد، ولكن لا تفقهون تسبيح. إما نفهمش لغتهم يعني، او احنا في اللي ما استدلوش بالاشياء في الكون دلاله الحال، يبقى ما فقهوش بغفله. وبعدين يزيل هذا: طب ما دام ما فقهناش، ما هو موقفنا معك يا رب؟ الله حليم وغفور، حليم لا يعاجل من غفل عن التسبيح الحالي بالمقاله، وغفور لمن يتوب وينوب ويفهم هذه الايه ويفهم هذه الدلاله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأنا آية في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، الشمس والقمر والنجوم والجبال دي جمادات اهي، والشجر ادي النبات، والايه والدواب ادي مين، ادي الحيوان الجنس العالي اللي بعدين اهو، وبعدين عند الانسان. كل دي بتسبح بالاجماع، كل دي بتسبح، ولم ينقسم الامر الا عند الانسان السيد، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. جت نشأت من ايه؟ اشمعنى جميع الكائنات جمادة ونبات وحيوانا ساجدة خاضعة؟ كويس. وليه الانسان؟ قالك لانه واخد اختيار، واخد اختيار. طب وما دام الحكاية كده ما كان ربنا يعملها بالاجماع وتنتهي المسألة؟ لا، قالك القهر يثبت للحق الاعلى صفة القدرة على مخلوقه، ما يقهروا على حاجة ما حدش يقدر يشز، ولكنه لا يثبت صفة المحبوبية للحق. الاختيار هو الذي يثبت صفة المحبوبية. خلقك مختارا أن تؤمن وأن تكفر، لكن تؤمن يبقى ده أثبت لله صفة المحبوبية. إذن القهر والتسخير المطلق ده لصفة إيه؟ صفة القدرة. ما فيش حد يشذ. ويبقى تفتكر إن اللي بيعصي ربنا ده بيعصي قهرا عن الله؟ لا، ده بما ركب فيه من الاختيار، بما ركب فيه. وإلا إذا لم يركب
طب قول له ما ذنب الانسان عمله مختار؟ قال له الكون كله كان مختارا. لو حققت الامر منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون جميعه مش الانسان بس كان مختار. بس في واحد سلم بالاختيار من كلمة واحدة، قال له انا مش عايز ابقى مختار من الاول كده وخليني مقهور. وواحد قال لا خليني مختار لانني هتصرف بايه؟ بحيث السماوات والارض ابين ان يحملنها. يبقى خيرت ولا ما خيرتش؟ خيرت. يبقى الكون كله ايه؟ خير. بس في واحد بت فيه الاختيار بجملة واحدة، قال لي انت مش خلقتين بتقول تخيرني، انا اخترت ان ابقى مقهور. ليه؟ دي دليل على ايه؟ على العلم الواسع. الله. ليه؟ ام قال لك لان فيه فرق بين ان تقبل الاختيار وقت التحمل ولكنك لا تملكه وقت الاداء. وضربنا مثل زمان، قلنا جاءك انسان وقال انا عندي 1000 دينار وخايف ايدي تمتد عليهم وانا اعينهم لمهمة، فخذهم امانة عندك لما عوزهم اخذهم. معنى امانة يا لا وصل ولا حاجة، هي الزمة بس، التوثيق في الزمة، وإلا ما تبقاش امانة. فقال لك ايه؟ حاضر. وخد الفلوس ومستعد ان ساعة ما تيجي تطلبها يديها لك، لكنه لا يملك ظرفها، تجي له ظروف اقسى منه، وكثيرا ما تكون الاحداث اقوى من الرجال، ويتصرف في الفلوس. يقوم مدام هي بامانة مش موثقة يمكن يضرب بومبة فيه. يبقى هو كان كويس وقت الاحتمال، انما وقت الاداء مش ضامن نفسه. فالسماء والارض ومش عارف ايه وبتاع سواء، قال يبقى مختارين؟ قالوا لا 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 لا، ما لناش دعوة بالحكاية دي، خلينا مقهورين كده ونعمل بس. ليه؟ لاننا ما نملكش وقت الاداء. الانسان عمل ايه؟ وقال لا ده اللي عقله وتصرف فيه وبقى رجح وبعمل مش عارف ايه وبتعمل. انه كان ظلوما لنفسه، لانه ما عرفش ازاي وقت الاداء يعمل ايه، وجهولا بما يكون من تغيير ايه؟ من تغيير احوال. اذا فالكون كله مختار، مش مقهور كده غصب عنه، لا ده مقهور باختياره ومختار في الانسان باختياره، الاثنين. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ليس لهم إلا هذه الدنيا، ومدام ليس لهم إلا هذه الدنيا فهم حريصون عليها. تيجي تقول له اضبط شهوتك في الدنيا يقول لك عشان ايه؟ طب ده هي الدنيا في شلهية، انا اخد شهواتي دلوقتي وامشي. لكن المؤمن بآخرة يوم يقول لك اجل دي للنعيم التاني. يبقى اذا الايمان بالآخرة هو اللي بيخلينا نأجل ايه؟ استجابتنا لشهوات انفسنا. واللي بيخلي دوك يتهافت على شهوات نفسه ايه؟ انه مش مؤمن بالاخره. وما دام مش مؤمن بالاخره يبقى يعني. فاذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركه البشر عشان انسجامها مع الكون، المفسدين في الارض دول واللي على شهواتهم يزعلوا ولا ينبسطوا؟ لازم يقاوموه. يقاوموه؟ يقاوموه ازاي؟ يقاوموه في ذاته وفي منهج، في ذاته بالإيذاء وفي المنهج بأنهم يصرفوا الناس عنه. حين يقول الكافرون لمن يرون فيهم شيء من الميل كده للإسلام لا تسمعوا لهذا القرآن، كلمة لا تسمعوا لهذا القرآن شهادة منهم بأنهم لو سمعوه لنفذ إلى قلوبهم، وإلا لو كان بأنفسهم ما كانوش والغوا فيه، يعني هرجوا عليه ساعة ما يجي يقرأ هرجوا عليه. ليه؟ عشان ما ينفس إلى أذان الناس. لو كانوا واثقين إن القرآن ده ما يأثر شيء كانوا ما يقولوش هذا الكلام. إذن فهم على ثقة من إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطي الأشياء تمهيدا لأشياء، يعني يصنع أحداثا أولية عشان تمهد لأحداث تانية. الكفار لم يدخروا وسيلة من وسائل الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللتنكيل به إلا ما فعلوها. وهذه المسألة
لم تفاجئ رسول الله، لأن رسول الله عرفها قبل أن يتأكد من أنه مبعوث للدنيا. حينما جاء له ما جاء وذهبت خديجة به إلى ابن نوفل ورقة، قال له شأن ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال أمخرجيهم ألو، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وإلا 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 وإلا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا. إذن فكل المسألة جاءت في مين؟ قبل البعثة الطعم دي. احنا لما بنخاف على واحد من داءات، قبل ما يجي الداء بنعمل ايه؟ بندوله من طعامه ضد الداء، عشان لما عنده تبقى عنده مناعة في وقت السلام. المناعة في وقت السلام دي ساعة ما يجي الحدث يبقى استخدمه بمناعة. فلما النبي قبل ما يتأكد انه رسول، تأكد انه حيؤذى، وانه 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 وانه، يبقى معناها ساعة ما يؤذى يبقى لم يفاجئ. ما فوجئش، لان الفجأة هي اللي تعمل الانهيار، انما التوقع ما يعملش انهيار، وما انا عارف انهم هيعملوا كده. هنا بقى، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما ينزل عليه القرآن ويروح يقعد في الكعبة يقوم يقعد يدندن بالقرآن. فيجي أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب وأم جميل ويعملوا إيه؟ عايزين يشوفوا بيعمل إيه دي؟ ما يسمعوش هو بيقول إيه؟ هو بيقول وهم ما يسمعوش. يقوم هو بيقول وهم ما يسمعوش، ما دام ما بيقولش حاجة يسكت هيعملوا إيه؟ يوم ربنا يعمل دي تمهيد علشان مقدمة ثانية، لما يجي بقى هيخرجوهم من مكة ويجتمعهم عشان يقتلوه بضربة سيف، بضربة رجل واحد ومش عارف ايه، يقول له اخرج عليهم ولا تخف، فإن الذي جعلك تقرأ وجعلنا بينهم حجابا لا يرونك هو اللي هيعمل على أبصارهم غشاوة ولا يشوفوكش وانت خارج. ومش بس وانت خارج، بس قال ايه ويتكلم يقول شاهد الوجوه، يعني حتى ان كانوا نايمين يعني يتنبيوا شويه ولا حاجه، قالوا يرمي حاجه كده عليهم. الله، ايه التحدي دي معموله بقى؟ واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا. الحجاب هو المانع من الادراك، ان كان حجاب للعين يبقى منع من الرؤيه، ان كان حجاب للاذن يبقى منع من الصوت، اي حجاب يمنع من الادراك حجابا. طب الحجاب مانع، وكلمه مستور ده كان يقول وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ساترا، يعني ما يشوفوش. أم قال لا، ده شوف التمكن الإلهي بقى، ده الحجاب اللي منعهم أن يروا مستور. فإذا كان الحجاب اللي منع مستور، يبقى بقى اللي وراه إيه؟ الله، ده إيه ده؟ ده إيه تأكيدات حجابا إيه؟ مستور. وساعات ينفى الحدث، وساعات ينفى رؤية، تنفى رؤية الحدث موجود بس ما نشوفوش. لما ربنا يقول ايه؟ ان رفع السماء بغير ايه؟ بغير عمد. لو سكت كده بغير عمد نقول ما فيش عمدان، ده هي معمولة بقانون ايه؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، قدرة ما فيش عمدان ولا اي حاجة. لا، المرء بغير عمد ايه؟ ترونها صالحة بانها بغير عمد وانتم ترونها كذلك. نعمل كده وما نلاقيش عمدان، ونعمل كده ما نلاقيش عمدان، ونطير كده ما نلاقيش. الله، يبقى بغير عمد ترونها كذلك. انا ما بقولش كلام كده، او هي فيها عمد، الا ان عدم الرؤيه منصب على مين؟ على العمد. بس ما تفهمش ان العمد هي المسلح والعمد الرخام والبتاع ده، عمد قدره دي من ناحيه تانية خالص. الله، يبقى اذا الحجاب المستور، الحجاب نفسه مستور او حجابا مستورا، هم مش شايفينه، يبقى حجاب معنوي، يبقى حجاب معنوي. ليه؟ لان الناس ما تفهمش الا الحجب الايه؟ الا الحجب الايه؟ المادي. وايه ايضا؟ وعلشان يدك غرور الانسان من انه ادك وسائل ادراك، انما يقول لها ما تدركيش، ما تدركش، ادركي تدرك. مش معنى انه خلقها مدركة ان تظل مدركة، لا، نواميس الكون العليا اللي سعيدة في الكون، الحق سبحانه وتعالى لا يعطي لها طلاقة لتفعل ما تشاء الناموس، بل القدرة في انه يمسك الناموس دي يقول له ايه؟ ادي مهمتك، لا ما تأديش مهمتك،
وإلا كما قال الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، وهو إن خلق النواميس والقوانين والمش عارف هي اللي تتحكم بقى وتمشي كده، قال له لا يحكم النواميس. ولذلك احنا قلنا في قصة سيدنا موسى عليه نبينا وعليه السلام، لما قال ايه، لما موسى طلع وجوكم فرعون وراه، اصحاب موسى قالوا ايه؟ الواقعه ان لايه مدركون، فهم ورانا وذي البحر وحروف، فما فيش فيه، يبقى كلام منطقي، منطقي مع واقع الحدث البشري. ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا، بملء فيه كلا، ده المسألة هي هم ورانا هم وادي البحر، كلمة تقولها كده قال لك لا، دعينها برصيد بشري، لا إن معي ربي سيهديه، يبقى انتقلت المسألة وصدق، قال له اضرب البحر بالعصا، وضرب البحر بالعصا، وبعدين يقول لك البحر اللي هو قانون استطراد ده وسيوله، فكان كل فرق كالطود، بعد السيولة يبقى جبل، جبل كده، وبعدين ياخد اليابس بقى كده ويمشي ومش عارف ايه، يمشي طبعا ينبسط، والقوم ينبسطهم اللي نجوا، يقوموا يعملوا ايه، خافوا من فرعون يدركوا. سيدنا موسى مسك العصاية عشان يضرب الايه البحر، عشان يعيدوا الى سيولتي، عشان ما يجوش وراه، قال له اترك البحر رهو زي ما خليه، ده انا اريد انهم يغريهم اليابس فيجروا وراه، حين يكون اخرهم عندك اولا، اطلقنا موسى الكون في الماء فيصير فيروح مغرقا. الله، يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد. يبقى اذا بقاء الناموس في قيومية الحق دي معناها ايه؟ مش معناها انه اطلق الناموس ويعمل الناموس اللي على كيفه، لا، والمعجزات كلها جاءت من باب خرق الايه؟ خرق الناموس. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة. واحد يقول طيب أكنة جمع إيه؟ كنان اللي هي غطاء وأغطية، يعني القلوب عملناها إيه؟ هم قالوا كده نفسهم كده، وقالوا قلوبنا في إيه؟ في أكنة مما تدعون إليه، مش قالوا هم كده؟ هم قال لك ده الله سبحانه وتعالى، الكون كله خلقه، والإنسان الخليفة في الأرض ده سيد ذلك الكون، وهو مربوب لله، يعني ما خرجش الكافر بكفره عن مربوبيته لربه، برضو ربنا لا يزال محتفظ له بإعطاء الربوبية، مش لما كفر قال للشمس ما تطلعش عليه ولا للأرض ما تديش، قال لا لا، إعطاء الربوبية ده ممنعوش ياخد منها، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لان عطاء الربوبيه النعم اللي احنا عايشين فيها دي، عطاء الالهيه التكليف، لان الالهيه معناها معبوده، عابد ومعبود، يبقى افعل ولا تفعل، يبقى الكل مؤمن والكافر والطائع والعاصي وقد عطاء مين؟ هو ربنا كده، ده ربنا مال حليم ليه؟ مش بمجرد ما كفروا قال لا امنع عنهم دي، لا فرق، زلوا عطاء الربوبيه ويدلهم النعم، واللي يحسن الاسماء بياخد الايه؟ ياخد الاسماء، بس ما يبقاش له حظ في الايه؟ ما يبقاش له حظ في الاخره. فما دام عطاء الربوبيه موجود للجميع، يبقى الكافر حتى بياخد من عطاء ربه. ولذلك لما يقعد الانسان ويا نفسه كده يقول له طيب انت تتمتع بالشمس بسبب قدرة لك عليها، قلت لها اطلعي لي كده واديني اشعه وبتاع، طب الهوى انت اجريته؟ يعني لو انه قاعد بس يفهم اوليات النعم دي ويقعد يحاسب نفسه كده، يقول ده بتخدمني من غير قدره لي عليها، وخدمتني قبل ان توجد لي قدره ولا ادراك بالقدره، ما قبل كده. احنا قلنا زمان ان لو ان انسان يركب طياره وبعدين الطياره وقعت به في صحراء لا فيها ميه ولا فيها شجر ولا فيها حد ابدا، وبعدين اخذه النوم فنام شويه فيه، وبعدين استيقظ وجد مائده عليها الوان شتى من الطعام ومن الشراب ومن الاعداد، بالله قبل ما يمد ايده ياكل مش بس، طب يا اخواتي مين اللي جاب دي؟
أو الإنسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الأصول يعمل إيه؟ يقول الله إيه اللي عمل له حاجات دي؟ يبقى كان لازم يعمل الإيه؟ العملية دي. يوم يقول له ربنا أنا لا أمنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به. إزاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكمها بقى وقلبه يتقفل على الكفر، ربنا يقول له أنا ساعدك على اللي أنت عايزه برضه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مش أنت عايز دي يعني؟ مش أنت عايز الكفر فزادهم الله نزيدك بقى. يبقى أعطاء برضه ولا لأ؟ البيض. يبقى كلمة وجعلنا على قلوبهم أكنة هي جاية منه ابتداء كده ولا لأنه عارف انهم حبوا الحكاية دي؟ قلوبنا في أكنة. قال طيب مش انتوا عايزين كده؟ عايزين كده سيد، خدوا نديكم نزودكم كمان. يبقى لم يقبض الله عطاء ربوبيته عن الكافر به، عايز يكوته. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، كراهة أن يفقهوا. ليه؟ لأنني مش عايز أخليهم يفهموا بالعافية، أنا عايز يفهموا بالإيه؟ بالرضا، بالاقتناع، بالقبول. ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع وإنما يريد قلوب تخشع. وإلا لو كان عايز قوالب وحد يقدر يتحرك، طب ما هو بيجي بقدره كده ويروح ضربه بسيارة، ضربه مش عارف إيه، موت واحد، حد يقدر يمنع نفسه منه؟ إنما ربنا مش عايز قوالب، انما ربنا عايز ايه؟ قلوب. ولذلك هناك في سوره الشعراء يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. فمزعل نفسك يعني انهم مؤمنين. ان نشا كنا عايزينهم مؤمنين ننزل عليهم ايه؟ فظلت اعناقهم، الاعناق هي اللي خاضعه. انت تستطيع ان تقهر قالب خصمك، تقول له اوه اقف يا ابن الكذا، اقف اقعد يا ابن الكذا، هات تعال ابن الكذا، وتضربه بالقلم، تعمل فيلم، اسجد ليه، قول لي مش عارف ايه. انما اتستطيع ان تكره قلبه على ان يحبك؟ فربنا عايز ايه؟ عايز القلوب. وما دام عايزين يا اخوانك يلا. ولذلك الذي يريد ان يبحث قضيه الايمان نقول له اياك انك انت تعمر قلبك بقضية مناقضة للإيمان، بل اخرج من قلبك كل القضايا ثم ابحث بعقلك وأذن لمن ترتاح له فكرا وعقلا ان يدخل. انما يبقى في قلبك كفر وبعدين عايز تبحث قضية الإيمان؟ ده حتى بيقولوا ما فيش حاجتين اتنين يجوا في حيز واحد، ده قانون المادة حتى ممنوع انه يأتي حاجتين اتنين في حيز واحد بالفطرة كده بالعقل وبالتجربة. ولذلك لما يقول لك مثلا هات إزازة وافتحها وحطها في المي عشان تتملي، لازم تبقلل. تبقلل يعني ايه؟ يعني لازم يطلع هواء الأخف والمية تنزل، مع ان مية وها مش هيكتمها، لازم تطلع ضروري. ولذلك ان كانت الفتحة بتاعت الإزازة ضيقة زي بتاعت الكولونيا مثلا كده ما تعرفش تملاها ابدا. ليه؟ لانك مش هتفسح لمين؟ للهواء انه يطلع ولانها تدخل. فاذا كان الحيز في الماده ممنوع، فكنت عايز ازاي تدخل ايمان على كفر؟ ما يمكنش. ولذلك جاءت قضيه الايمان يسموها العقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء تعقد عليه القلب، ما ينحلش، ما يطفوش للعقل عشان يناقش من جديد، مساله انتهينا منها. فإذا كنت أنت عايز تبحث القضية طلع دي من قلبك، وبعدين ابحث الاثنين وهم برة، واللي ترتاح لها عقليا دخلوا في ايه؟ دخلوا في القلب. وقالوا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ليه؟ طب ومنعتهم أن يفقهوا؟ لأن بقى أن يفقهوا يبقى جبر، مش عايز جبر، أنا عايز اختيار. وفي آذانهم وقرة، صمم. صحيح هم في آذانهم صمم؟ لا، ده صمم لا يستمعون سماعا مفيدا. لان ما فائدة السماع؟ اللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب، المتكلم بينقل خواطره الى المخاطب. علشان ايه؟ لازم لغاية. فاذا كان يستمع بدون فائدة يبقى ما ينفعش. واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا. انت جبت لهم اللي بيخوفهم. بالله
لو ان قضية الايمان مش فطرية موجودة في الذات وفي ذرات التكوين، كان ساعة ما يذكر ربنا يخافوا؟ طب بتخافوا من ايه ده؟ انت بتقولوا مش موجود ولا في اله ولا بتاع، بتخافوا من ايه ده؟ يبقى دي ايه؟ انقهار الطبع، انقهار الفطرة اللي بتيجي على غفلة كده. ساعة ما يذكر ربنا يروحوا خايفين، بتخافوا ليه؟ طب بتقولوا ما فيش، كان الاصول انكم ولا تخافوا ولا تولوا ليه نفور؟ ما تولوش نفور ولا اي حاجة. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال، وهذه كان يجب ان يتنبه اليها الكافرون به لو انهم بيتعقلوا، لان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يخبر الرسول كده ويقول له ويقولون في أنفسهم، يعني ما قالوش لحد، ويقولون في إيه؟ في أنفسهم لولا يعظمنا الله بما يقول. طب كان ليه صح؟ طب واحنا قلنا كده في نفسنا صحيح، ومين اللي قال لمحمد على الحكاية دي بقى؟ بالله دي ما كانتش تخليهم يؤمنوا بأن هناك إله عمال يخبر محمد بما في نفوسهم من خواطر، إنما برضو ما فيش فايدة. وما دام ربنا عالم باحواله يبقى كل الاحوال عنده. ساعه يستمعون اليك باستهزاء يشوشوا عليك، يقولوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، ينغضون اليك رؤوسهم، كل دي. واذ هم نجوى، اذا لهم حالات حين يستمعون وحين يكونون ايه؟ خالين. طيب وبعدين وحين يكونون مع الغير، يبقى كم حاله؟ يستمعون وبعدين يتناجون وبعدين يقولوا للايه؟ للغير. يبقى ثلاث حالات. الله عالم بهذه الاحوال كلها. قالوا ان سبب نزول هذه الآية ان القوم اللي القرآن نزل بلغتهم علشان اعجاز انكم متفوقون في اللغة، متفوقون في الاداء وفي البيان وفي البلاغة وفي الفصاحة. انا لو تحديتكم بشيء لا الف لكم به يبقى التحدي ملوش معنى، انما انا اتحداكم بشيء انتوا شطار فيه. وكذلك شأن الحق سبحانه وتعالى مع كل الرسل، يجي بالمعجزة في الايه؟ في الناحية التي للقوم فيها تفوق. فالقوم اللي لهم فيها تفوق ومن قريش، وقريش دي اللي كانت كل لغة الجزيرة بتصب في اذانها في المواسم، يعني واخدة صفوة الايه؟ صفوة لغات الجزيرة. ولما يكون شاعر في اي ناحية من النواحي ويجي يقول في السوق بتاعه عشان لما يشهدوا له ده تبقى شهادة مش عارف ايه، يبقوا من القرآن مش هيعرفوا اسلوبه. الا ان بقى القرآن طالب مطلوبات، هذه المطلوبات لا يقدرون عليها، لهم سيادة وبتاعوا القرآن حيسوي بين الناس ودي حاجة مش عارف ايه ويقدروش عليه، يوم يكبروا. انما في ذات نفسهم وفي طباع ملكاتهم اعجابهم بالقرآن، يقوموا بقى بعد الناس ما تنام اللي هم بيسلطوهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يقوم بعد ما يناموا ميتنون رايحين عند الايه؟ عند البيت، يجي زمعة ويجي نضر بن الحارس ويجي ابو سفيان ويجي ابو لهب وكل دول ويتنون رايحين عند البيت يسمعوه وبيقرا قرآن. القرآن حياة، ده انت لما تكون اذنك عربية كده وتحب الجامعة تسمع واحد شاعر بيتكلم كلام كويس ولا اديب ولا بحاجة، بتعمل ايه؟ بتحب تسمعه. فليه يحرموا اذانهم من هذه المسألة؟ هم حرموا مواجدهم وقلوبهم من هذه، انما اذانهم برضه مبسوطة من الايه؟ يروحوا يسمعوا. وبعدين هم مدارين من بعض وهم مروحين كده يظبطوا بعض، يكذبوا مرة يقولوا والله انا كنت عايز بزور خالتي وانا كنت عندي مش عارف مين وانا كنت عايز مش عارف مين، وبعدين فأسوا ايه؟ فأسوا بعض. يبقى اذ يستمعون اليك بحال اعجاب واذ هم نجوى يتناجوا، قال له تسمع ان عليه لحلا وان له لطلاوة وانه مش عارف اعلاه لمزمر وان اسفله لمغضب وما هو بقول ايه؟ وما هو بقول بشر. دي واذ هم نجوى. وبعدين لما يجوا بقى للمنطقة التالتة عندنا تقولوا ده راجل مسحور، يبقوا كام حالة؟ ثلاث حالة.
نحن اعلم بما يستمعون به اي بالحال الذي يستمعون القرآن عليه. واذ هم نجوى، اذ هم نجوى، كلمة نجوى دي كان العلماء يقول لك هي مصدر يعني، لم ترى الى الذين نهوا عن الايه عن النجوى التناجي سرا يعني، دي النجوى. او النجوى هي جمع، جمع نجي كقتيل وقتلى وجريح وجرحى ومريض ومرضى. يبقى نحن اعلم بما يستمعون اليه واذ هم متناجين، او واذ هم نجوى، اكن كل حالهم ايه تناجي نجوى. زي ما قول فلان ده رجل ايه عادل، يقول لك لا ده رجل عدل، يجيبه بالمصدر. نحن اعلم بما يستمعون به اليه، يستمعون به، اذ يستمعون اليه واذ هم نجوى. هذه الحاله الثانيه، اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا ايه مسحورا. الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا اشياء لما احنا نسمعها نقوم نفهم ان دول كان فيهم غباء عقدي. والى لقاء اخر ان شاء الله.